نفق الأرنب. في سنة 1865 نشر عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز دوتسون قصة رائعة للأطفال بعنوان مغامرات أليس في بلاد العجائب تحت اسمه المستعار لويس كارول، ولاقت القصة نجاحاً كبيراً وترجمت إلى 174 لغة. وفيها حكى عن فتاة صغيرة رأت أرنباً وتخيلت أنه أخرج ساعة من جيبه، نظر بها ثم هرع مسرعاً فهرولت وراءه حتى بلغت جحرة. حاولت النظر بالجحر فزلت قدمها وسقطت بداخل نفق سحيق العمق، من ورائه عالم من العجائب والمخلوقات الغريبة لتبدأ مغامراتها في ذلك العالم. إن عملية الشك هي مغامرة عقلية تشبه إلى حد بعيد مغامرات أليس، ورغم أنها تفضي إلى الحقيقة في النهاية إلى أنها تترك صاحبها حائرا يدور ويحور في دوائر مفرغة يؤدي بعضها إلى بعض. فهل تشك في أن الشك أول مراحل اليقين؟ إن كانت إجابتك نعم فهذا جيد، لأنك إذن موجود كما قال ديكارت ولست دبوسا كما قال أحد الظرفاء. وإن كانت إجابتك لا فهذا أيضا جيد، لأنك مقتنع بأنك عن طريق الشك سوف تصل إلى الحقيقة. هل تعلم أن ديكارت أثبت وجود الله عن طريق الشك؟ فالإنسان يشك، إذن هو كائن ناقص، وفكرة النقصان تقابلها فكرة الكمال، إذن لابد أن يكون للإنسان خالق كامل. والغزالي رحمه الله شك في العقل وقال بأنه ربما تأتي قوة أقوى تثبت خطأه مثلما أثبت العقل خطأ الحواس، وقالوا هو النور الإلهي الذي يقذفه الله تعالى في قلب المتصوف ويجعله مكشوف عنه الحجاب ليدرك الحقائق من مصدرها العلوي. إذن فالشك هو سمة العقول الباحثة عن الحقيقة، وليس له وجود عند أصحاب العقول المستريحة كما سماهم الإمام ابن تيمية، تلك العقول التي تركن إلى حقائق لا تقبل الشك رغم أنها لم تخضع لتجربة علمية لإثبات صحتها من عدمه، ثم تدقها في أعماق عقولها بالمسامير ولا ترضى أن يقربها أحد بالمساس باعتبارها بديهيات. فمن البديهي أن الأرض كروية تدور حول الشمس، ولكن من أين جاءت هذه البديهية؟ طبعاً من علماء اجتهدوا وعملوا ليلاً ونهار لإثبات صحة نظريتهم، ثم جاء بعدهم من اجتهدوا أكثر وصنعوا طائرة عملاقة سموها مكوك الفضاء، واستطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات وتجاوزوا الغلاف الجوي للأرض، والتقطوا لها صوراً أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها كرة تدور حول نفسها وحول الشمس. هكذا تعلمنا منذ نعومة أظافرنا تلك الحقائق التي صارت مع التكرار بديهيات لا نملك إلى تكذيبها سبيلا، ونعلمها لأطفالنا تماما كما فعلت قبيلة المكفوفين. ولكن ولأن الشك صفة أصيلة في عقل الإنسان فإن الطفل لا يقنعه ذلك بسهولة، ويتساءل بعفوية وتلقائية وبمنطق طفولي كيف نعيش على كرة ولا نسقط بينما هي تدور؟ كيف أن الأرض هي التي تدور حول الشمس بينما نرى بأعيننا الشمس هي التي تتحرك؟ وإذا كانت الأرض هي التي تدور فكيف لا نشعر بحركتها؟ فتكون الإجابة أن الجاذبية الأرضية تمسك كل شيء عليها كي لا يسقط، فيقتنع الطفل لأن هذا ما يقوله المعلم في الفصل الدراسي، وهذا ما تقوله الكتب الدراسية، وهذا ما يقوله أبي وجدي، وهذا ما ألفينا عليه آباؤنا، هذا ما تقوله وسائل الإعلام، هذا ما تقوله أبحاث العلماء، هذا ما يقوله الأصدقاء، هذا ما تقوله التجارب والمعارف المتراكمة منذ أجيال، هذا ما يقوله كل إنسان عاقل يعيش على سطح الأرض. الشيء الوحيد الذي لا يقول ذلك هو المنطق، فنحن لا نشعر بدوران الأرض، نحن نرى الشمس والقمر والنجوم هي التي تدور، ولكننا نختار طواعية أن ننحي هذا المنطق جانباً ونكفيه خسارة حتمية أمام العلم الذي يثبت عكسه،
وبذلك لا نعود لمثل السؤال مرة أخرى ونكبر مؤمنين إيمان اليقين بأن الأرض كرة تدور حول نفسها وحول الشمس. ولو جاء أحداً وتساءل كيف هي كروية بينما الأفق أمام أعيننا يبدو مستوي تماماً، نضحك منه ومن غبائه وعقله الصغير. وإذا رأينا أنه جاداً فيما يقول نرشده إلى الطريق نحو مستشفى الأمراض العقلية كي يذهب إليها طوعاً ويوفر على نفسه عناء القبض عليه، أو شقاء أن يرميه الأطفال بالحجارة في الشوارع، فهي مسألة حسمت منذ أيام كوبرنيكوس وربما من قبله، وأثبتها جاليليو وصدقت عليها كل وكالات الفضاء وعلى رأسها ناسا. فكيف يأتي من يشك في ذلك؟ الأرض أيضا تتكون من طبقات، وفي اللب كتلة حديدية منصهرة هي التي تصنع المجال المغناطيسي الذي يبقينا نحن البشر والحيوانات والمباني والمياه وكل الموجودات على سطح الأرض في حالة ثبات عليها. وكذلك تمسك بالقمر في مداره فلا ينفلت ليتوه في أعماق الفضاء أو يسقط فوق رؤوسنا. وكلما بحثت في المراجع وكتب العلوم والإنترنت عن تلك الحقائق فسوف تكتشف أنها بديهيات، وهناك آلاف الآلاف من الرسوم التوضيحية لشكل المجموعة الشمسية التي نحفظها عن ظهر قلب، حتى أنك تستطيع بكل بساطة استحضارها في عقلك الآن، وكذا رسوم أخرى لشكل طبقات الأرض واللب. كل هذا عرفناه بالعلم الذي يقفز بنا قفزات هائلة، ولكن السؤال، هل قفز بنا إلى الأمام أم قفز بنا إلى الخلف؟ هل أعطانا حقائق مؤكدة أم نظريات تقبل الشك؟ فالنظرية باختصار هي مجموعة من الآراء والافتراضات التي تحاول تفسير الظواهر، ويختلف مفهوم النظرية تبعاً لاختلاف الظاهرة محل البحث. فمثلاً إذا رأينا أشياء تحترق من تلقاء نفسها فيمكن وضع نظرية تفسر ذلك على أن سببها قوى شيطانية، غير أننا لا نستطيع إثبات ذلك علمياً لأننا غير قادرون على إخضاع نظريتنا لما يسمى قابلية الفحص والتحقق، لذا لا يمكن اعتبارها نظرية علمية بل هي آراء ليست أكثر. ولكن قد يأتي عالم يبحث في هذه الظاهرة بشكل جدي فتكون نظريته أن هناك مجموعة من المرايا قريبة تعمل على انعكاس أشعة الشمس وزيادة درجة الحرارة فتشتعل النيران، ثم يثبت نظريته بقياس درجة الحرارة مرة أثناء النهار ومرة أثناء الليل، ويدون ملاحظاته ونتائجه، ويعقد المقارنات اعتماداً على درجة حرارة احتراق الأشياء، وأن هذه الأشياء إذا وصلت لدرجة حرارة كذا فإنها تحترق وفق معادلات رياضية كذا وإثباتات علمية كذا وكذا. هنا تصبح نظرية علمية، والنظرية العلمية هي أيضاً مجموعة من الآراء ولكنها تختبر مراراً وتكراراً لتأكيدها عن طريق الملاحظة والتجربة كي تصبح الشكل الأكثر موثوقية ودقة وشمولاً لتفسير ظاهرة ما أو طرح نموذج ما، كنموذج المجموعة الشمسية أو نموذج الانفجار العظيم. والفرق بين النظرية والنموذج أن النظرية آراء واستنتاجات قابلة للاختبار تشرح وتصف، أما النموذج فهو يفسر فقط، وعليه تكون النظريات والنماذج التي طرحها العلماء على مدار القرون ثوابت نتعلمها في المدارس والجامعات ونؤمن بها إيمان اليقين اعتمادا على كونها خضعت مرارا وتكرارا للتجربة التي أثبتت صحتها. فهل يعني ذلك أنها صحيحة؟ هل نستخدم الأسلوب الصحيح في التفكير لنحكم بكونها صحيحة أو خاطئة؟ إنها مقابض أبواب الشك التي نحن على وشك فتحها بعقول غير مستريحة تركض وراء الحقيقة وتتخذ من الشقاء سبيلاً بعيداً عن برمجيات العقل مسبقة التجهيز،